انتوا عزيزين علينا ومن عظام الرقبة، وعشان هيك احنا بنركز على موضوع الرقبة وخشونة الرقبة والعلاج لهذه الخشونة. خشونة الرقبة معناته في عندي تشنجات في العضلات، العضلات هاي كلها مشدودة سواء في المنطقة الخلفية للرقبة وخصوصا العضلات الصغيرة هذه اللي بتربط الرقبة على الرقبة في الجمجمة مع المنطقة الأمامية ومنطقة الأكتاف. هذه التشنجات هي أساس المشاكل، والخشونة بتبعها مشاكل كثيرة، ومن أبسطها الديسكات، من أبسطها. عشان نعالجها بشغلة بسيطة، بتمارين بسيطة، اعملوا لي هالتعليمات هذه، ولو تعملوها مرة في اليوم 5 دقائق وحتشوفوا النتيجة. قبل ما تسوي التمارين بتبلوا بشكير في مياه ساخنة، مياه ساخنة بتبلوا بشكير فيها وبتعصروه وبتحطوه على ركبتكم لمدة 2 دقيقتين ل5 دقائق فقط لعملية التحمية. حمينا مين اللي ممكن ما يعمل التمارين هاي؟ أي واحد ممكن يسويها لأنها هتتسوى في حدود الألام. إذا شعرت ألام بوقف، ما بعمل، ما بكمل الحركة هذه، حركات تانية فأنتوا اللي بتحددوا، فمسموحة للكبير للصغير. لا بتقول لي عندي ديسكات عندي كذا، مسموحة إذا بنحكي لحد الألام، إذا مسموحة لأي شيء أنتوا بتقرروا وأنت توقفوا وأنت تكملوا. قبل ما أبلش، بعد ما حطيت المياه الساخنة عشان أرخي العضلات الجانبية اللي بتتصل في العمود الفقري وبتنزل على عضلات القفص الصدري وعضلات الأكتاف، إذا بدي أرخيها عشان أحصل على حركة أكثر، إذا بدي أرفع إيدي وأكتافي على العصاي هاي بالطريقة هاي. في هاي الحالة أنا الرقبة عندي العضلات مرتخيات لأنه ما في ثقل محمول على عضلات الرقبة اللي بتكون متشنجة، وفي هاي الحالة أنا بدي أعمل حركات يعني متتالية بحركات التوائية، أمام خلف حالو، اتنسقوا الحركات هذه بحيث تعملوها بشكل، إذا مع موسيقى إيقاعية بيكون أفضل وأفضل إشي هيك يحمسكم وتعملوها بشكل كويس. هاي أول حركة، حاولوا تعملوا عملية دوران قد ما تقدروا من الأمام للأعلى، مع حركة علوية في أعلى فقرات الرقبة. بعملها بكرر الحركة هاي لمدة دقيقة، بخلص من الحركة هذه. هلا بدي أعمل حركات نفس الشيء على الجنب شوية شوية، هاي حركات مستوحاة من الرقص الهندي، الرقص الهندي اللي هو الهنود بحركوا الرقبة بطرق مختلفة تقريبا. هاي هي الطرق اللي بحركوا فيها طبعا مع اختلاف التشبيه، بس هذا القصد انه الحركات هذه تعمل عملية لولبية، عملية انحناءات كاملة، واحنا رافعين راسنا لفوق طبعا. وهيك بنبقى ارخينا الفقرات مرة على في اتجاه الخارجي، وبنرد من عيد الاتجاه، بنعملها في الاتجاه الثاني وبنضلنا نحرك الراس. هلا حركنا في الاتجاه هذا وهاي الحركات، حركنا في الاتجاه هاي اللي على الجنب، هلا بضل الاتجاه على الشمال وعلى اليمين بحركات متتالية، مش هعمل حركة وارجع وارد اعمل نفس الحركة، انا بدي حركات متتالية في كل الاتجاهات. هي بتمطر عنا، وبدي احرك شوي شوي نفس الشيء، حركات التوائية بدون ذراع قوي، ذراع قوي اكبر عندي في هاي الحالة، انا بقدر اشد اكثر، اشد اكثر واحرك راسي مع حركة العصاي. اعمل في الاتجاه هذا وبعدين احول الاتجاه الثاني، ابلش من هون
وشوية شوية أزيد. إذا في عندي تحدد مثلا لحد هون وفي ألم بوقف وبرد أكمل، برد أعمل لحد الألم وبرجع، لحد الألم وبرجع، وبهز شوية في هالعصاي جيبوها هيك، تعمل زي الزنبرق. هاي الحركات كمان حركات اهتزازية بسيطة للعضلات، إنكم تهززوا شوية بترخوا شوية. وهاي العملية بتحتاخد معكم 5 دقائق فقط كل يوم وانتو قاعدين، اللي تثبتوا الحوض وتكونوا ثابتين، لأنه ممكن تشعروا في خضران، ممكن تشعروا في دوخة شوية، بترتاحوا، بتاخدوا شهيق وزفير، ومنه عن طريق هاي الحركات انتو بتنصبوا حالكم وتقووا عضلات الصدر وقامتكم بتتحسن، وألام التشنجات هذه طوالي حتروح من أول جلسة. خدوها مني تحياتي، سلامات.